بنرحب معانا بدكتور هيثم سامي دياب، مدرس الامراض الصدريه بكليه الطب بجامعه عين شمس. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك وسهلا، منورنا. اهلا بيكي. واحنا عملنا حلقات كتير جدا عن الامراض الصدريه، ما خبيش عليك يا دكتور، بس انا النهارده يعني نفسي نتكلم عن اضرار التدخين. مش عايزه اقول معظم الشعب المصري بيدخن لان دي كلمه كبيره قوي، بس يعني يا اما تلاقي الناس مقسمه لاتنين، يا بيشربوا سجاير يا بيشربوا شيشه، والاتنين اعتقد ان هم قلعان عن بعض. فاحنا عايزين النهارده نتكلم على بدايه التدخين وازاي الواحد بيبتدي كانها هزاره او حاجه كده، فاكر ان هو مش هيتعلق بيها، والفاس بتقع في الراس وبتبقى كارثه. هو بس في الاول احب يعني اعرف الساده المشاهدين، بدايه تدخين التبغ اساسا من امتى وجت منين وازاي؟ الموضوع ابتدى بعد اكتشاف القاره الامريكيه طريق كريستوفر كولومبوس في اواخر القرن ال15. اما راح هناك لقى السكان الاصليين هم الهنود الحمر بيزرعوا نبات عشبي ليه ورق كبير شويه، ده هو ده نبات التبغ او التوباك. كانوا بيستخدموه في الاول كمسكن للصداع والام الاسنان وعلاج بعض الامراض الجلديه. من هنا انتقل النبات دوت لاوروبا، وكان من اول الناس اللي نقلوه شخص يدعى دبلوماسي فرنسي اسمه جان نيكوت، اللي بعد كده المادة الفعالة في نبات التبغ اللي هي النيكوتين اتسمت على اسمه. من بعدها انتشر النبات التبغ او التوباك او تدخين التبغ نفسه، انتشر وصل لغاية تركيا ومنه جه لمصر في اواخر القرن ال16. انما الانتشار الحقيقي لتدخين السجاير حصل في خلال الحرب العالمية الاولى والتانية، ومن بعدها ابتدت صناعة وتجارة كبيرة جدا بيتضخ فيها مليارات لغاية ما وصل الحال زي ما احنا عليه دلوقتي. والحقيقة منظمة الصحة العالمية كانت مخصصة يوم ثابت كل سنة اللي هو 31 مايو من كل سنة لمكافحة التدخين عن طريق توعية المدخنين بأضرار التدخين وأهمية الإقلاع عنه. وكان آخر يوم اللي هو السنة دي بتاع 2013 كان أكدوا على حظر الدعاية المباشرة أو غير المباشرة أو الترويج لمنتجات التبغ كلها. وفي اتفاقية إطارية منظمة الصحة العالمية عاملاها موقع عليها دول كتير قوي في العالم، من بينها طبعا مصر، ان هي لحظر استخدام التبغ او منتجاته بالنسبة للكسر او استخدام الكسر في التجارة ديت او بيع المنتجات التبغ ليهم. ومن ضمن الاتفاقية برضو الحد من التعرض لدخان التبغ والكشف عن كل منتجات التبغ والتجارة الغير مشروعة فيها. والحقيقه يعني الاتفاقيه في دول كتير ابتدت تلتزم بيها ولحد ما ابتدت تجيب فعاليه كبيره. بنلاقي كتير من الدول الاوروبيه بتحظر التدخين في الاماكن العامه، في المواصلات، في الفنادق، في مستشفيات، في حاجات كتير جدا يعني. ومصر ابتدت على الخط ده تطلع حظر التدخين في اماكن كتير. طيب نبتدي بالتدخين. ابتدى دلوقتي بشوف أولاد صغيرة لسه 15 و16 سنة ابتدوا يمسكوا سجاير وأقل كمان والله، أو في الورش وفي الحاجات دي بقوا 12 و11 وحاجة تخض يعني. دي هنعمل فيها إيه؟ ولازم نفهم الناس إيه اللي بيعملوا. على فكرة اللي بتكلم حضرتك دي مدخنة مع أسف الشديد، مع أسف الشديد، وبتمنى من الله كل يوم على الله بدعي ربنا في صلاتي وقبل ما نام بقول يا رب خلصني من هذه العادة السيئة. إن شاء الله تبطلي بعد الحلقة بإذن الله يا رب. هو الموضوع التدخين بيبتدي في سن المراهقة زي ما قلتي كده، بيبتدي الموضوع ان هو تحت بند التجربة او حاجة جديدة بيجربوها او حاجة بيفتكروها ان هي من مظاهر الرجولة ان هو لازم يشرب سجارة. طب وانا بقى ايه من مظاهر الرجولة برضه يا دكتور ولا ايه؟ لا، بالنسبة لسن سن المراهقة بالذات دوت بيحاول يجرب اي حاجة، فبيبتدي الموضوع الاول كأنها حاجة للتسلية، بعد كده بتبقى عادة عنده، بيبقى حاجة اسمها ادمان نفسي. مش ادمان، احنا عندنا الادمان نوعين، نفسي وعضوي. الادمان النفسي اللي هو تحت بند العاده، متعود ان هو يشرب سجاير لما يبقى واقف مع اصحابه في اوقات معينه، لما بيخرج، الحاجات ديت يعني. لغايه مع مرور الوقت والتدخين بيستمر معاه بتتقلب، بيبقى فيها جانب من الادمان العضوي.
ان هو بيبقى متعود على ادمان النيكوتين وما يقدرش يستغنى عنه مره واحده. بعد ايه بيتقلب لعضوي؟ بتختلف من واحد للتاني وبتختلف من كميه السجاير اللي بيشربها، وعلى حسب في عوامل جينيه معينه بتساعد في الموضوع ده، بس هو يعني غالبا بيبقى في خلال من 5 لـ10 سنين بيبقى فيه طبعا جانب من الادمان العضوي ده موجود. طبعا شريحه المراهقين يبقى احنا انا كده عديت العضوي والنفسي خلاص كده انا الاثنين عندي بالظبط مشكله. طيب فلازم طبعا شريحه المراهقين بالذات يبقى ليها جانب من التوعيه الكبير جدا في المدارس عن طريق الندوات في الجامعات، خصوصا لان المشاكل كلها بتبتدي من السن ده، لان الموضوع ما بيتوقفش بس عند شرب السجاير، يعني بدايه الادمان الحقيقي لاي حاجه مخدره بعد كده بتبتدي اول سلمه فيها اول درجه عن طريق شرب السجاير، بعد كده ممكن بيتواصل بيزيد لغايه ما بيخش على الادمان لحاجات كتير جدا بتشوفها الوقت ده. فهي شرب السجاير ده مدخل لحاجات تانية كتير. أعوذ بالله، ربنا يحمينا يا رب ويحمي أولادنا يا رب. طيب إزاي دلوقتي خلاص اللي بيدخن خلاص انت هنعمل إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. إزاي بقى نحاول نقلع عن هذه العادة؟ ومش عايزة أنسى الشيشة. الشيشه انا شخصيا ما اقدرش اشوف حد حتى بيشرب شيشه قدامي، يعني ما بستحملش اشوف المنظر ده مع اني انا مدخنه، بس ما اقدرش اشوف المنظر ده، بحس ان في حاجه مش مظبوطه يعني، ويقال انه الشيشه اضعاف اضعاف السيجاره. هل دي معلومه حقيقيه؟ بالظبط. الشيشه اضرارها اكتر، لو قلنا اضرار السجاير معروفه لمعظم الناس، اضرار الشيشه اكتر بكتير من السجاير. زائد ان لو قلنا الحجر الشيشه الواحد حتى في بعض الدراسات قالوا ان هو يعادل اكتر من نص علبه سجاير، فاضرارها بكتير جدا. وبتساعد لما هنتكلم عن اضرار التدخين جايه دلوقتي، في امراض كتير بتبقى بتحصل مع الشيشه بالذات خصوصا يعني مدخني الشيشه، فاضرارها كبيره جدا عن السجاير طبعا. تمام. طب قبل ما تقول لنا اضرار التدخين قول لنا ازاي نقلع عنه، ما يعني بلاش نخاف الاول عشان نقلع، لا نبقى عاقلين كده ونعرف من غير ما نعرف هو بيعمل ايه هنقول في الاخر، بس نبقى عاقلين كده ونقول ان احنا قبل اي حاجه هو اكيد بيبوظ الصحه وبيبوظ الاقتصاد بتاعك بتاع مادياتك. خلاص السجاير ما بقتش رخيصه دلوقتي. وعلاج اللي بيصيبك والمرض اللي بيصيبك من هذا من هذه السيجاره بيكلفك كتير قوي، غالي قوي ليك واللي حواليك. فعايزين نعرف ازاي نقلع عن التدخين. نقلع عن التدخين، لو كان في الحقيقه كلام كتير جدا وكذا هيئه ومنظمه عالميه مطلعه حاجه زي جايد لاينز ليها، هي احدث حاجه في الاقلاع عن التدخين مقسمها 5 مراحل. اول مرحله اللي هي غالبيه المدخنين اللي في العالم موجودين فيها، اللي هو مرحله قبل التفكير ان هو يبطل السجاير، ان هو ما بيبقاش مهتم يسمع عن اضرار السجاير، ما بيبقاش مهتم يعرف الفوائد بتاعه الاقلاع عن التدخين ايه، ما بينصتش النصائح المحيطين ليه او الاطباء المعالجين ليه ان هو لازم يبطل. دي اول مرحله. تاني مرحله اللي هي مرحلة التفكير فعليا في تبطيل السجاير، ان هو بيبقى المدخن بيسمع باهتمام عن اضرار التدخين وبيحاول يتجنب الموضوع وبيفكر فعلا جديا ان هو يبطل، وبيسال عن الفوائد عن الاقلاع عن التدخين، انا لما هبطل هبقى شكلي ازاي، صحتي عامله ايه، هتحسن امتى، بيحاول يسال المحيطين بيه والدكتور المعالج ليه بيساله، فبيحاول يعني يعرف تفاصيل الموضوع ده اكثر جديا يعني. المرحله الثالثه اللي هي مرحلة إعداد المدخن إن هو يبطل التدخين، دي بيتوجه المدخن اللي عنده النية والرغبة الحقيقية إن هو يبطل لدكتور أمراض الصدرية، بيقعد معاه بيفهمه طريقة إن احنا نبطل إزاي، وبيعرفه عن أعراض الانسحاب اللي ممكن تحصل له وممكن ما تحصلوش. أعراض الانسحاب دي مش لازم تحصل لكل المدخنين لما بيبطلوا، اللي هي بتبقى عبارة عن بعض القلق، التوتر، الانفعال الزايد، عدم انتظام النوم، قلة التركيز، ممكن دوخة بسيطة، زغللة في العين بسيطة، بتقعد فترة 2 لـ3 أيام بعد أما بيبطل السجاير، وبتنتهي نهائيا بعد 3 أسابيع من التبطيل. المرحلة الرابعة اللي هي أهم مرحلة اللي هي مرحلة الإقلاع الفعلي عن التدخين، ودي بيبقى فيها طريقتين، لإما يتوقف نهائيا مرة واحدة عن التدخين، لإما يقلل تدريجيا لغاية لما يقف نهائيا بعد كده. في ابحاث كتير اتعملت على الطريقتين ايهم افضل وايه الاحسن والاسهل. ابحاث كتير اكدت ان الطريقه الاولانيه هي الاسهل، ان هو اللي يبطل مره واحده
يقلع مرة واحدة عن التدخين. ببساطة لأن هو لما هيبطل مرة واحدة أعراض الانسحاب هتفضل عنده زي ما قلت لحضرتك لمدة يومين ثلاثة وتنتهي بعد ثلاثة أسابيع. لما بيبطل تدريجي هتفضل أعراض الانسحاب معاه مستمرة فترة التقليل التدريجي اللي هو بيعمله ده. فبتدي إيحاء للمدخن بقوة سيطرة التدخين عليه، وفي النهاية بيستسلم ويضعف ويرجع للسجاير تاني. لو بطل تدريجي، أنجح طريقة إن هو يبطل مرة واحدة، دي أنجح حاجة. وبتبقى في وسائل مساعدة كتير موجودة في الصيدليات زي مثلا اللاصقات اللي فيها النيكوتين، أو اللبان اللي فيه النيكوتين، أو بعض الأقراص استحلاب بيبقى فيها برضو مادة نيكوتين، أو بعض البخاخات يعني جديدة للأنف أو للصدر بيبقى فيها مادة النيكوتين كتعمل كبديل للنيكوتين اللي موجود في السجاير. بيتاخد بطريقة معينة وبيتابع طبعا المريض. طيب احكي لك اهو انا حاله كيس. عشان مره كنت طالعه عمره وقررت، قلت خلاص انا طالعه عمره انا مش هشرب سجاير اثناء ما انا في العمره، خلاص مش هشرب، مش هحط سجاره في بوقي، وربنا بقى يساعدني بقى. فقررت طلعت اخر سجاره كانت على يعني على باب المطار وخلصت على كده، ورحت وعملت عمره وانا في العمره قلت انا لا مش هرجع. اللي مقعدني اسبوع 10 ايام ما بشربش ولا سجاره، خلاص كملي يا نيفين وانت هنا وهتبطلي سجاير. قعدت 24 يوم ما حطيتش سجاره في بقي. اليوم ال 25 اتعصبت شويه، جالي حاجة عصبتني. أول حاجة عملتها فين هتولي السجاير، ورحت مولع سجارة. إذن في حاجة لها دعوة يعني أنا ما الحالة النفسية، الحالة العصبية، أعمل أنا إيه بقى دلوقتي؟ طيب هو عكس حلوة هي. اللي حصل ده بيحصل مع ناس كتير الحقيقة. احنا يعني أو اللي حصل ده يعني إجابة السؤال إن هو هي إيه الحاجات اللي بتخلي موضوع الإقلاع التدخين يفشل أو يبوظ ما ينفعش يحصل. أول حاجة وأشهر حاجة في الموضوع ده إن التسويف وتأجيل الإقلاع التدخين. بعض الناس تقول لا أنا يعني هبطل سجاير لما أعمل حاجة معينة، يربطها بأحداث مثلا في حياته، لما أطلع أحج، لما أطلع معاش، لما أعمل كده، فبيأجل الموضوع لفترة معينة. تاني حاجه بيبقى انكار المدخن نفسه ان هو في حاجه اسمها ادمان للنيكوتين. هو يقول لا انا مش مدمن للنيكوتين ولا حاجه، انا ممكن ابطل سجاير بكره الصبح لو عايز. فهو في عقله الباطن متخيل ان هو يقدر يبطل في اي وقت، فعشان كده بيستمر في التدخين. تالت حاجه اللي هي بتنطبق بقى على المثال بتاعك دوت، ان هو بيربط الضغوط النفسيه والعصبيه اللي في الحياه اليوميه اللي احنا بنشوفها كل يوم بالتدخين. ان هو لما بيشرب سجاير بيحاول يهدي من اعصابه، الضغوط العصبيه دي بتستريح من عنده، بيخف من الضغوط ديت، فرابط ديت بديت. ففعقله الباطن بيصور له ان هو لازم يرجع للتدخين تاني مع اي مشكله نفسيه وعصبيه. انا كنت قلت لحضرتك في اول الكلام ان اهم حاجه واول حاجه تتوفر لدى المدخن اللي هو عايز يبطل، اهم حاجه لازم الاراده، ان هو يبقى من جواه عايز يبطل فعلا. في بعض الناس بتجي لي مثلا بقابلها بتقول يعني انا عايز ابطل بس عايز اخد دواء يخليني ابطل. مفيش دواء في الدنيا خالص يخلي المدخن يبطل، لا، هو الادويه بتساعد، والمساعده بتاعه الادويه دي جانب صغير جدا. الجانب الكبير للاراده وان هو عايز يبطل فعليا، يعني ان هو عايز يبطل فعليا. بس انا والله يعني ما هو انا ما عشان كده انا بعتبرني مريضه في العياده عندك، ولو سمحت عالجني وخليني اقلع عن التدخين. انا بقول لك اهو خليني، قول لي حاجه تخليني اقلع عن التدخين، واللي يدور لك ان انا عايزه اقلع عن التدخين. جربت كل لعبت كل الالعاب، جربت كل البدا. مره قلت هشرب مثلا سيجاره كل ساعتين فقلل البتاع مظبوط على ان انا يعدوا ساعتين 120 دقيقه واشرب سيجاره. وبعد كده قلت لا هعملها ايه كل 3 ساعات، وبعد كده رحت زهقانه ورجعت اشرب تاني. يعني اذا النيه من جوه موجوده. حاولت ابطل مره واثنين وثلاثه، ومره جالي تعب جامد وبرد جامد وبطلت سيجاره، قلت لا يبقى فرصه ابطل وكده، برجع تاني. لا طب يعني وما تقوليش لا انا الحمد لله شخصيتي قويه جدا ولما بعوز حاجه بعملها وكل حاجه، يعني ما تربطش ده ابدا بان انا ضعيفه الشخصيه. انا شخصيتي قويه. لا هي مالهاش دعوه بضعف الشخصيه ولا حاجه، لا هو التقليل اللي هو كل يوم اقلل كميه من السجاير
الحقيقه ما بتنفعش مع ناس كتير، لسبب ان كميه النيكوتين اللي هو متعود عليها ياخدها من عدد سجاير، لما بنقلل عددها بياخدها برضو من نفس العدد القليل عن طريق ان هو بياخد انفاس من السيجاره اكتر من قبل كده ما هو متعود. فحكايه التقليل دي ما بتجيبش نتيجه غالبا، ان هو كده كده متعود عليها. وفي النهايه بيقول طب ما انا كده كده بشرب وبيضعف زي ما انا قلت لك في السؤال اللي قبليه، فبيستسلم للتدخين تاني ويرجع تاني. هو انجح طريقه انا زي ما قلت لك ان هو نبطل مره واحده ونحاول بعد التبطيل يبقى فيه تغيير من النشاط اليومي. بعض المدخنين لما بيبطلوا بيصاحبهم زياده في الوزن، لان هو بعد ما بيلاقيش التدخين يتمنع فبيحاول يعوض ده عن طريق زياده الاكل فبيزيد في الوزن. فمهم جدا بعد ما نبطل يبقى فيه نوع من النشاط الرياضي اليومي، مش اسبوعي، يومي على الابسط حاجه يقدر يعملها، نوع من الرياضه يعملها يوميا. هي حقيقي لما بتلعب رياضه بتخليه نفسك مش بتقلل طبعا مش عايزه يحاول في الاول، بس في اول فتره يغير الاماكن او العادات اللي كان بيعملها بتخليه يشرب سجاير معينة. لو في مكان معين متعود ان هو بيروحه يوميا يشرب فيه سجاير يحاول يتجنبه بس اول 3 4 اسابيع، يحاول يعني يستعيد بكده بالادويه اللي احنا قلنا عليها. طب الهابت الهابت او احساسك ان انت شكلك مش صح من غير السيجاره، ما هي دي اللي كنت بقول لحضرتك عليها اللي هي الادمان النفسي، اللي هي عاده واحد متعود شايف شكله كده مناسب وهو ما يقدرش يتخيل نفسه من غير السيجاره دي. ده ادمان نفسي، حاجه متعود عليها، عاده مش اكتر. ده بجانب الشق العضوي اللي هو بادمان النيكوتين، اللي هو ان شاء الله هو يبقى قادر على التغلب عليه بالادويه بالحاجات اللي قلتها لحضرتك عليها دي. طيب انا لما قبل الحلقه قبل ما ندخل الحلقه قلت لي يعني فين انا ممكن اخليك تبطلي السجاير، بس لازم تاخدي اسبوع اجازه من الشغل وتسمعي الكلام. تسمعي الكلام. طب حضرتك اهو انا قدامك اهو، اعمل ايه؟ قول لي بقى في الاسبوع ده هتخليني اعمل ايه؟ لا هو الاسبوع بس عشان او اللي بيتفرجوا دلوقتي معانا يشوفوا يمكن يكون حد في نفس الكيس. تمام. لا هو انت مدخنه بقالك فتره طويله زي ما عرفت طبعا قبل الحلقه. الهدف من الاسبوع الاجازه بس ان بيبقى فيه اعراض انسحاب اللي كنت قلت لك عليها فنتجنب، بس بيبقى فيه طبعا سرعه انفعال، في سريعه الغضب، بيبقى فيه قلق، في توتر، في عصبيه، في قله تركيز. ففي الاسبوع ده مستحب ان المدخن ياخده اجازه في بيت او يطلع اجازه في حته معينه يهدي فيها اعصابه، تساعده على ايقاف التدخين. ده فايده او اللازمه بتاعه الاسبوع ان هو الاجازه، مش اسبوع بالظبط يعني، وات ايفر، هو زي ما يحس ان هو بقى فت. اخد سنه احسن. انا معايا، انا لازم يدوني اجازه سنه يطلعوني معايا ده الهدف من الاسبوع، مع بعض الادويه اللي كنت قلت لحضرتك عليها، مع الرياضه والنشاط اليومي. كل ده مع بعض، مع توفر العزيمه والاراده اللي هي اول حاجه قبل الكلام ده كله، قبل الاجازه وقبل الكلام ده كله، الامور تمشي مظبوطه ان شاء الله. فعلا يعني في امل يا دكتور. ان شاء الله بإذن والله العظيم. كل حاجة نفسي اكمل، نفسي اكمل بقيه حياتي بحاجه على الاقل ما اكونش انا السبب فيها. يعني فاهم، نفسي اكمل حياتي وانا في حاله صحيه كويسه. خلاص جل الواحد اي حاجه بقى خلاص دي من عند ربنا. بس ما بقاش انا اللي بعملها في روحي. فهو ده. طب يا دكتور السيجاره الالكترونيه، لقد ذهبت واشتريتها ولم تفعل شيء. يعني انا بقيت اشرب معاها سجاير فطبعا رحت رميها. لا هو فرق السيجاره الالكترونيه السيجاره العاديه، هو السيجاره العاديه اساسا التبغ اللي فيها في اكتر من حوالي 4000 ماده كيميائيه، السيجاره الواحده العاديه في اكتر من 100 ماده منهم تعتبر تحت بند المواد السامه، واكتر من 60 ماده ماده مسرطنه تسبب السرطان. السيجاره الالكترونيه يعني نظريا هي افضل من السيجاره العاديه. ليه؟ لان هي بتتكون من بطاريه وحاجه زي سخان صغير وكونتينر صغير فيه النيكوتين سائل ليكويد كده. ليكويد بالظبط كده. لما درجه حرارته بتزيد بيطلع دخان اللي هو النيكوتين ده اللي المدخن بيستنشقه وبيعمل الاعراض بتاعت النيكوتين العاديه اللي في السيجاره العاديه. فهو نظريا هي افضل من السيجاره العاديه لان ما فيهاش المواد التانيه السامه والضاره بنسبه كبيره جدا. بس لغايه دلوقتي يعني منظمه الصحه العالميه مش معترفه بيها لكذا سبب. اهم سبب ان السيجاره الالكترونيه اللي احنا بنشوفها، يعني انا بشوف حاجات كده مجهوله المصدر، مش معروف طالعه منين، بيتحط عليها نكهات معينه النيكوتين، الله اعلم الماده اللي محطوطه ديت ممكن تبقى اشد ضرر وسامه اكتر من السيجاره العاديه.
مفيش جودة للمنتج نفسه، مش معروفة جاية منين ولا مصنوعة منين، فممكن تبقى فيها المواد اللي فيها تبقى أكتر ضرر من السيجارة العادية، فهو ده الخوف منها. والحاجة التانية إن عند البعض المدخنين اعتقاد إن السيجارة الإلكترونية هتخليه بطل تدخين، لأ هي زيها بالظبط، هي ما بتساعدوش على إقلاع التدخين ولا حاجة بالظبط، لأن هي الهابت هي ونفس المسألة والنيكوتين هو. أنا بقول بس نظريا إن هي أقل ضرر من السيجارة العادية لو مضمون مصنوعة فين وفعلا المادة فيها هي النيكوتين بس، مش أي إضافات تانية سامة أو لا قدر الله مسرطنة مضافة عليها. تمام. طب ليه الدولة هنا مش بتعمل قانون بعدم التدخين في كل حتة؟ لا، في طبعا الاتفاقية بتاعت المنظمة الصحة العالمية اللي مصر موقعة عليها، في دلوقتي قوانين بتحظر التدخين في الأماكن العامة، بس هي المشكلة في تطبيق القانون، يعني في المستشفيات أو في الأماكن العامة في غرامات على اللي يشرب سجاير، في المستشفيات، في الشركات، في المواصلات، في الحاجات دي كلها، لا في غرامات، بس هي المشكلة القانون يتفعل، والموضوع ده بقى له فترة أكتر من 10 سنين. المفروض يتفعل عشان الشباب اللي طالع، علشان يعني يقللوا المسألة دي لأنها باظت خالص يعني. طبعا. طيب الشيشة السيستم بتاعها أو اللي أنا بشوفه أنه السيستم بتاعها مية واسمه إيه ده بيسموه إيه بتاع الفوق اللي بتحط عليه الحجر، الحجر والبتاع والتبغ ده اللي بيتحط، وبيبقى فيه انواع بقى، يقول لك عنب ويقول لك كريز ويقول لك بطيخ ويقول لك حاجات تضحك يعني. anyway بس يعني انا اسفه يعني، اكيد ما انا مش قصدي، مش بتريق، انا نفسي بعمل حاجه غلط فمش هقدر اتريق على حاجه من دي، ربنا يعيننا جميعا يعني. بس قصدي اقول ايه سيستمها، وان انا سمعت انه اوقات بيجي ضرن من الشيشه، فعايزه اتكلم على الموضوع ده. هي فكره فرق الشيشه عن السيجاره ان هو المسافه ان المدخن بيعمل فيها استنشاء للهواء اللي موجود في تركيبه الشيشه ديت، مع مرور الوقت وادمان الشيشه بتعمل حاجه اسمها انتفاخ للرئه، مرض اسمه مرض الانفيزيما، ده بيجي اكتر مع مدخني الشيشه اكتر من السجاير، هو بيجي في الاثنين بس اكتر مع مدخني الشيشه. تمام. الشيشه برضو مسؤوله عن انتشار مرض الدرن في مصر بنسبه كبيره بسبب الميه اللي بتبقى في البوتل تحت دي ما بتتغيرش، دي من مدخن للتاني للتالت للرابع بتسبب تساعد على انتشار الدرن، لو واحد منهم عنده التهاب درني في الرئه بتساعد ان تنشر العدوى ديت لكل المدخنين اللي بعديه. هيبقى في اعتقاد خاطئ ان المشكله في المبسم او في الخرطوم بتاع الشيشه، فعشان كده بعض الناس اليوم رايحين واخدين عاشق يعني. لا، المشكله مش في كده، المشكله نفسها في الشيشه نفسها بتبقى ملوثه جدا، كام واحد بيشربها ورا بعض، فممكن تساعد على انتشار العدوى من افراد كتير. وللاسف برضو يعني الدرن الفتره الاخيره ديت لقينا معدلات زياده فيه ملحوظه، ومن ضمن اسباب زيادته الشيشه طبعا، لان انتشار عاده الشيشه في اماكن كتير، وما بتفرقش من الاماكن الكويسه قوي من الاماكن اللي مش كويسه، يعني فنادق في اي حته، هو كل واحد هي عند بعض الناس اعتقاد ان هو لما يشرب شيشه في مكان نزيفة. كويس لا هي بتساعد، ممكن ينتشر في اي مكان. جايه بقى للحته الصعبه اللي هي اضرار التدخين، والله دايما لما باجي بلاقي حد بيتكلم عن اضرار التدخين اروح قلب المحطه، عشان انا مش عايزه اسمع او مش عايزه ابص في المرايه، بس لازم الواحد يسمع الحاجات دي علشان يمكن تغير من انا في الواقع دلوقتي ما اقدرش اقلب المحطه، انا في المحطه نفسها. لا ان شاء الله بعد ما تسمعيها نبطل ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. هو اضرار التدخين كتيره جدا، عشان نلخصها بس للساده المشاهدين، هو التدخين بيأثر على الجسم بطريقتين، بطريق مباشر عن طريق الرئتين، وبطريق غير مباشر عن طريق امتصاص المواد السامه اللي في السجاير، بتنتقل من الرئه للدوره الدمويه ومنها لانحاء الجسم كله وتأثر عليه بطريق غير مباشر. لو خدنا اشهر حاجه واكتر حاجه شيوعا للتدخين ان هو طبعا الكانسر، السرطان. يمكن ما حدش كتير يعرف ان تدخين السجاير مسؤول عن 30% من نسبة السرطان اللي بتصيب جسم الإنسان كله، يعني تلت الكانسر اللي بيصيب البني آدم في كل أعضائه بيبقى مسؤول عنه تدخين التبغ. أشهر نوع منهم طبعا اللي هو سرطان الرئة،
وسرطان النئة من أنواع السرطانات الشرسة جدا العنيفة جدا اللي بيبقى ليها مضاعفات كبيرة قوي، وبيبقى غالبا ما بتبقاش مستجيبة للعلاج الكيماوي ولا العلاج الإشعاعي غالبا، لأنها بتتشخص في مراحل متقدمة، إلا بعض الأنواع اللي بتتشخص بدري شوية بيبقى ليها طبعا علاج جراحي وبتستجيب لحد ما. بقيت أنواع السرطان اللي بتسيب جسم الإنسان، سرطان المريء، سرطان الحنجرة، سرطان الفم، المعدة، البنكرياس، المثانة، بالنسبة للرجال البروستاتا، بالنسبة للسيدات الثدي طبعا، وسرطان عنق الرحم. تاني حاجة، أشهر حاجة بتصيب المدخن وبرضه منتشرة جدا، اللي هي أمراض الرئة غير السرطان، أمراض الرئة نفسها. في عندنا مرض مشهور جدا في أمراض الأمراض الصدرية اللي هو مرض الضيق الشعبي، ده بينتج من شرب السجاير لفترات طويلة، ومرض انتفاخ الرئة اللي هو الإنفيزيما اللي اتكلمنا عليه اللي هو بتاع الشيشة، والضرم، والالتهابات البكتيرية والفيروسية المتكررة للشعب الهوائية اللي هي نزلات البرد المتكررة، وجلطات الرئة. بالنسبه للقلب طبعا بيتسبب حدوث ذبحه صدريه، جلطات في القلب، عدم انتظام في ضربات القلب، قصور في دوره الشرايين التاجيه للقلب، ضيق في الشرايين الطرفيه، تضخم في الشرايين الاورطي. بالنسبه للجهاز الهضمي طبعا بيتسبب لنا من قرحه في المعده، قرحه في الاثنى عشر، ارتجاع في المريء، وبتزود نسبه حدوث مرض السكر. بالنسبه للسيدات ده ليهم جزء خاص من اثار التدخين، بصفة عامة هي بتقلل من نسبة الخصوبة عند السيدات، وبتقلل من نسبة احتمالية حدوث حمل، وبتقلل من بتزود من هشاشة العظام، وبتقلل إفرازات الغدة الدرقية. وبالنسبة للسيدات الحوامل ان هما بيشربوا، سواء كانوا بيشربوا قبل كده وكملوا او بيشربوا لسه جديد سجاير اثناء الحمل، دي طبعا بتزود فرصة اجهاض، وجود ولادة مبكرة، عدم اكتمال نمو الجنين. طبعا بتزود يعني اشهر حاجه بالنسبه للسيدات طبعا اللي هو السرطان الثدي اللي قلنا عليه قبل كده. الغرابه اشوف يا دكتور، افتكرت حاجه وحاجه بتتكلم دلوقتي. انا لما كنت حامل في ابني بطلت التسعة اشهر سجاير ولا اكن في اي حاجه، ولدت من هنا السيجاره في بقي تاني. يعني قصدي اقول لك انه يا جماعه موضوع الموضوع سهل، اسهل مما نتخيل. بس هقول لروحي انا احدث نفسي، يعني الموضوع اسهل مما نتخيل، بس احنا اللي مصعبينه على نفسنا يا دكتور. وبمنظر اللي حضرتك بتقوله ده يا دكتور، وكل الامراض اللي حضرتك بتقولها دي، انا لسه هكمل لسه في تكمله. في اثار طبعا عن العين، بتسبب طبعا حساسيه للعين وعتمه في عدسه العين اللي هي المعروفه باسم الميه البيضاء. بالنسبه للانف طبعا حاسه الشم بتختفي تماما بالنسبه للمدخن، وبتسبب حساسيه للانف، وبتزود من تجاعيد الوجه اللي هو ما يسمى الشيخوخه المبكره. بالنسبه للجهاز العصبي طبعا بتزيد من احتماليه حدوث الجلطات الدماغيه والارق وعدم انتظام في النوم. دي يعني اشهر حاجات من اضرار التدخين، ما في حاجات تانية كتير يعني، بس دي اكتر حاجات ممكن يعني بنشوفها كتير لمرضى كتير بيدخنوا. يعني اولا بنشكرك يا دكتور جدا، ويعني اتمنى ان ناس كتير قوي تكون يعني اتفرجت على الحلقه النهارده. الحلقه اكتر ما هي زي ما نقول ايه، احنا جوه عياده فعلا. النهارده كنا مثال كاني جوه في عياده. التدخين ده وحش قوي يا شباب، التدخين ده وحش قوي عليكم، سواء بنات او ولاد، التدخين ده وحش. يا ريت يا ريت اللي يعلمك ده تبعد عنه خالص، لانه هي على فكره انت ما بتسحبش سيجاره وبتشربها، في حد هو اللي بيعلمك تعملها للاسف. وفي حاجه اخيره بس احب اضيفها، ان في الفتره الاخيره لقينا ان بعض الناس كتير قوي مش مدخنين بيجي لهم الامراض الصدريه بتاعه المدخنين، وده بيحصل علشان تلوث الجو الزياده قوي اللي احنا بقينا فيه، وعدم الانضباط في حاجات كتير جدا. صحيح. فانا عايز اقول لكل المدخنين، كفايه اساسا الجو ان احنا بتشمه كل يوم. صحيح. فما تزودش الموضوع بالتدخين وباثاره ومشاكله. دكتور بنشكرك جدا جدا. هلا. دكتور هيثم، على وجود حضرتك معانا وعلى المعلومات المهمه اللي حضرتك اديتها لنا.